أخذوا على عاتقهم الانتشار بجميع محافظات مصر، لنجد هنا بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ما يعرف بقطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن فعالية كتف في كتف، نحو 11 قاطرة محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، في مشهد يعد انطلاقا لأكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر. مبادرة كتف في كتف يمكن دي أول مرة ننزل فيها في مبادرة كتف في كتف، 11 تريلا جايبين أكتر من 20,000 كرتونة مواد غذائية. دي بتعتبر أكبر مبادرة خير داخل مصر بانطلاق قطر التجمع الوطني. دي تكلفات التحالف الوطني للاهتمام بالمحافظات الحدودية وأهالينا الأولى بالرعاية في الأماكن الأكثر احتياجاً. هذا الاصطفاف للقطار يحتوي على أكثر من 20,000 صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية، لينتشر القطار في أرجاء المحافظة لتوزيعها على الأهالي كخطوة تأتي من أجل تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم مع دخول شهر رمضان المبارك. إحنا بنقدم مساعدات غذائية بخصوص شهر رمضان المبارك إن شاء الله لكافة الأسر المستحقة، وإحنا مع الأسر كلها ومع المجتمع. بتسعى إن أنت بتوحد الجهود بتاعة المجتمع المدني، أو بنقول إن إحنا كلنا كتف في كتف بعض، إن إحنا نقدر نوصل المساعدات للمستفيدين اللي هي الأسر الأولى بالرعاية. في كمية كبيرة ومعنا مؤسسات كتيرة بتشارك بمساعدات عينية عبارة عن كراتين مواد غذائية، بطاطين، 400 طن مساعدات. ومع بدء دخول القافلة القرى استقبلها المواطنون وسط فرحة وبهجة على وجوههم في مشهد يعد نموذجا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا. حلف الوطني عملنا معجزات ياما هنا الحمد لله، يعني الناس هنا مهتمين بينا ومهتمين بينا جامد يعني. وفي مساعده الناس كذا، الرئيس بيجيب لنا عربيات برضه، جاب لنا عربيات بره وهو بيجيب لنا عربيات هنا لحد البيوت وبيساعدوا في الناس. الناس شغاله وبتعمل اللي عليها والدنيا ان شاء الله خير. حياه حلوه للناس يعني، شوف الناس فقيره هنا ومحتاجه، وربك يصلح الحال. الله ينور، ربنا يخلي لنا مصر. تحيا مصر. تأتي مبادرة كتف في كتف تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية.